يا بابا، انا فرحت قوي لما سمعت الرساله بتاعتك. الحمد لله على سلامتك. مبسوطه جدا انك هتنزل الشارع بعد كل المده دي. انا كمان ابتديت اتحسن، كان نفسي اكون موجوده جنبك في الظروف دي، بس انت عارف غصب عني، يعني مفيش طيران وكده. انا واثقه اني هشوفك قريب جدا. وقت العمر